تعد بيئة العمل من البيئات المعقدة، ولتصبح مديرا ناجحا تحتاج إلى مهارات وأساليب جديدة لإنجاز الأعمال وتعزيز نمو فريق العمل. للحديث أكثر مشاهدينا عن استراتيجيات المدير الناجح، يسعدنا الترحيب بضيفنا الكريم. نرحب بالأستاذ أحمد علي غانم، استشاري تنمية وتطوير مؤسسي. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، يا أهلا فيكم. حياك الله. الله يسلمك. اليوم حديثنا ربما عن دور محوري ودور مهم. دور المدير هو من سيحدد مآل هذه الشركة أو أي مشروع، سواء للنجاح أو الفشل. فهناك ربما صفات معينة، ويعني هذه الصفات التي تميز المدير الناجح من غيره. نوضح للسادة المشاهدين ما هي هذه الصفات. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت أذكر في البداية أن علم الإدارة قسم المدراء إلى 4 أقسام. أول نوع اللي هو المدير اللي يدير، اللي هو يدير المكان بكل كفاءة وبكل إيش أريحية، والمدير اللي يدار من قبل الموظفين. طبعا هذه من أصعب الأشياء، أن تلاقي مدير موظفين هم اللي يدورونه، وأيضا مدير يدور حول نفسه، اللي ما يعرف مهام الوظيفية، ما يعرف يضع خطط للمؤسسة، ما عنده أي رؤية استراتيجية. وأيضا المدير التاجر اللي هو طبعا يستغل وظيفته ويتاجر بأشياء لصالحه. لكن من الصفات اللي تميز مدير عن غيره أن يكون عنده توازن عاطفي، بمعنى أنه يقدر يدير المؤسسة هذه، يشوف نفسيات الموظفين. ممكن الموظف يكون عنده في بعض الأحيان يكون غير منتج، يقعد معاه يعني يشوف شو الوضع، حالته النفسية ممكن يكون عنده مش مشكلة. عنده ذكاء عاطفي. أيوة، هو يكون عنده الذكاء، ولكن ما يكون فيه نوع من الأفراط، لأن في هاي الحالة راح الموظفين يستغلونه عاطفيا. فإحنا يقول لازم يكون هناك عندك توازن في العاطفة. ثاني شيء، التواجد في مقر العمل مهم جدا. أنت كمدير أنك تكون متواجد في مقر العمل، يعني تكون متواجد مع الموظفين، تشوف مهارات وأمكانيات الموظفين عندك. وأيضا مهارات التواصل فعال مهمة جدا على كل مدير أن يمتلكها، مثل مهارة الاستماع، مهارة الانصات، أيضا حتى مهارة لغة الجسد. هذه كلها أشياء مهمة جدا تميز المدير الناجح عن المدير الغير ناجح. نعم، أضيف على كلامك أستاذ كذلك المدير القائد. صحيح. ربما هناك هذا جانب آخر من جوانب الإدارة، يجب أن يكون هو قدوة لهؤلاء الموظفين، حتى يعني تكون التطبيق العملي لهذه. صحيح. يمكن يعني احنا نقول ان المدير لما يكون قائد على المؤسسة يجب ان يطبق مفهوم القيادة وليس الإدارة. يعني مهم جدا اني انا كمدير اطبق مفهوم القيادة. القيادة لها مفاهيم كثيرة، ولأني انا اطبق مفهوم الإدارة. الإدارة بمعنى أنظمة وقوانين أني أنا أطبقها على الموظفين، لا، أنا لازم أني أكون وأدير المؤسسة بنوع من علم الإدارة، علم القيادة. نعم، هنا ربما يحتاج هذا المدير إلى نوع من المرونة للتعامل، مرة بصرامة ومرة بتفهم ولين. فكيف يمكن أن يتصرف المدير في بعض المواقف؟ مثل ما ذكرت، هناك يجب أن يطبق بعض القوانين، يجب أن تطبق. صحيح. بعض الأمور، التزامات، مواقيت معينة، أمور معينة. كيف يمكن أن يمسك العصا من النص، مثل ما نقول، بأن لا يكون شديد وصارم، في نفس الوقت لا يكون هناك تساهل كذلك. صحيح. شوف، هنا على المدير أن يطبق معادلة القوة الناعمة. مهمة جدا أن المدير يمتلك قوة ناعمة. كيف أحبب الموظفين في العمل؟ أنا بتخذ بعض القرارات الصارمة في بعض الحالات. أني أنا أشوف بعض الموظفين متقاعسين مثلا، غير منتجين، هنا يجب أني أطبق الشدة والصرامة في هذه. لكن إذا أنا أشوف موظفين منتجين، موظفين مجتهدين، لا، هنا تكون عندي أنا يعني كدعم لهذه الموظفين. أيوه، الموظف الغير يعني اللي ما ينتج، شو الأسباب، شو اللي أنا دوري هنا أني أنا أساعد هذا الموظف. أيضا ما أسرع في اتخاذ القرارات، ممكن هذه القرارات ما تصب في مصلحة الموظف. أتخذ القرار متى؟ إذا كان هذا الموظف دائما على هذا المستوى أتخذ مع قرار. الشدة مطلوبة، مش إنها مش مطلوبة، لا، أنا كمدير لازم أني أنا أكون صارم في العمل.
لأني أنا كمدير أيضا محاسب من قبل الإدارة. إذا قسمي لا يؤدي بالشكل الصحيح، ما في إنتاجية، ما في أي شيء، فأنا دوري هنا أني أنا أحاول أخلق بيئة عمل إيجابية، أحاول أني أنا أكافئ الموظفين، أسوي يعني روح تنافسية بين الموظفين أنهم ينتجون. الموظف اللي ما ينتج لما يشوف أن بالفعل أن في مكافآت، في مثلا حوافز، في الأمور، أنا أسعى. إذا ما في فايدة، لقيت أن القسم محتاج طبعا شغل زيادة، أنا لازم أستخدم هنا عند القوة والصرامة لبعض الموظفين، على أساس أن يعرفون أن في أنظمة وقوانين لازم إحنا نتبعها. نحن مثل ما نقول أن المدير أيضا محاسب، والموظفين أيضا إيش محاسبين. ما ينفع كمدير أني أنا أستخدم قانون اسمه إدارة فرعون، أني أنا أحسس الموظف أنك أنت تشتغل عندي أنا، تسلط. أيوة يعني. أتسلط عليه. لا، في هاي الحالة الموظف ممكن أن يتبع وياك هذه القاعدة، ولكن بعد فترة بتحس أنه خلاص انفجر، ما يقدر أن يستمر معك، راح يدور له على شركة ثانية، راح يدور له على وظيفة ثانية. لا، أنا دوري هنا أكون داعم لهالموظفين، أتخذ معهم بعض القرارات، بعض الأمور الحازمة، ولكن كتطوير للموظف وليس كأني أنا أذي هذا الموظف. نعم أستاذ، يعني لكل موظف ربما من الذكاء العاطفي أن لكل موظف معاملة، أن لا يتم التعميم بين الموظفين. صحيح. لأنه بالتأكيد هناك فروقات فردية، هذه ربما يشكل عبء وصعوبة على المدير، خصوصا يمكن إذا كان الموظفين عددهم كبير. صحيح. فكيف يتم التعامل معهم؟ وهل صحيح أن المدير يجب أن يكون هو المرشد والموجه، كأنه يعني هو الأب لهؤلاء الموظفين؟ بالفعل هذه نقطة مهمة، أن المدير لما يكون تحت عدد كبير من الموظفين، طيب أنا كيف راح أعرف الشخص هذا عنده مثلا بعض المشاكل، هذا غير منتج، هذا غير. أنا دوري هنا كمدير أني أنا أقرأ نفسيات الموظفين، أشوف أن بعض الموظفين محتاجين لتطوير مهارات، أدخلهم دورات، أنا ما عندي مشكلة. أنا أشوف أن بعض الموظفين محتاجين بعض الدعم مني أنا كمدير. أنا في 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 العمل أعتبر كرب لهذه الموظفين، أحاول أني أنا أوجههم بالطريق الصحيح، أكون لهم داعم نفسي، اجتماعي، مهني، لكل شيء. أحاول أني أنا مثلا أطور من الموظف هذا مثلا يعني محتاج تقييم على أساس أنه يترقى. أنا دوري أني أنا أكون جنب هذا الموظف. مثل ما قلنا الذكاء العاطفي مهم جدا. ممكن في بعض الأحيان الموظف يمر بمرحلة من مراحل حياته بشكل بتكون عنده مشاكل ظروف خاصة تأثر. أيوة. على عمله. أنا أشوف الإنسان هذا كان متميز عندي، ولكن في بعض الأحيان لقيت في عنده نوع من التذبذب. إذا تعال أنا أقعد معه، أجلس معه، أحاول أني أنا أساعده، أحاول أني أنا أفهمه أني أنا واقف في صفك، أني أنا أحاول أني أنا أدعمك، وليس أني أنا والله اللي يشتغل أنا راح أعطيه، اللي ما يشتغل والله هو راح يتحاسب. نظام التهديد في العمل، نظام التهديد أبدا ما ينفع مع الموظفين. ليش؟ لأن منو اللي راح يرفع الشركة هذه؟ الموظفين. صحيح. ليس أنت كمدير، أنت تدير المكان هذا، أنك أنت تحاول أنك أنت تكون محتوي لهاي الموظفين. فبهذه الطريقة أنت لما الموظفين يشوفونك أنك أنت بالفعل قاعد تحتوي، بالفعل أنك أنت تشوف المشاكل، أنك أنت تساعدهم، بالفعل أن الموظفين راح من تلقائيتهم راح يقولون بالفعل أن هذا المدير يخاف على مصلحتنا. إذن إحنا لازم أن يعني نأدي عملنا بالشكل الصحيح، على أساس أن المدير لا يتحاسب من الإدارة العليا. نعم. كذلك أضيف على كلامك أستاذ عنصر الولاء، دور المدير ومعاملته مع الموظفين هو من سيحدد هذا الولاء. بالفعل. حتى في غياب هذا المدير أو المسؤول، حرصهم على أن مثلا يشرفون هذا المدير ويرفعون مثلا رأسه، أنهم مثل ما ذكرت أنه وقف وياهم في أوقات الشدة، أخذ بنفسيتهم، والدعم المعنوي كذلك هو دور جدا مهم. في النهاية نحن مش آلات. صحيح. الموظفين يعني هم الإنسانية دورها جدا مهم. هذا المنظومة هاي المتكاملة ما بين تطبيق القوانين والممارسات وربما حتى العقوبات في بعض الأحيان، وعلى الجانب الآخر التقرب من الموظف، مشاركته مثلا همومه ومثلا حتى مسؤولياته، هي من مسؤوليات أكيد الموظف والمدير على وجه التحديد كذلك.
هذه المنظومة كذلك بعض الأخطاء التي قد يقع فيها المدير، بما أننا نحن نتحدث اليوم عن المدير، لا يعني لا يزعلون منا المدراء، لكن بعض الأخطاء التي يجب أن يبتعد عنها مثلا المدير حتى يكسب موظفينه ويسعون يعني ككل كفريق صحيح. عمل للتميز والنجاح. شوف، هي الغلط في المدير، أن بعض المدراء أنهم يتسرعون في اتخاذ القرارات، يعني ما يدرس الحالة الموجودة عنده، لا يصدر قرارات بسرعة، عدم الانصات والاستماع. احنا قلنا هذه المهارات مهمة جدا، ان المدير قبل انت لا تتخذ اي اجراء، حتى وان كان الموظف غلطان يعني. بالفعل حتى الموظف غلطان، انا ابي اعرف الموظف هذا ليش غلط، ممكن هو عنده نقص في هذه المهارة، ممكن ما عنده مهارة التعامل مع مثلا الاخرين، ما عنده مثلا مهارة حل المشكلات، اذا انا لازم اقعد مع هالموظف قبل لا اتخذ قرار. اتخذ قرار في هذا الشخص، عملت مثلا خصم راتب، عملت مهام وظيفية زيادة، خليته يشتغل ساعات عمل إضافية، هذا كله مش في مصلحة المدير ولا في مصلحة الموظف، بالعكس الموظف ممكن أن بعد فترة يجيك يقولك والله أنا بقدم استقالتي، انتهى الموضوع. ليش؟ والله المدير ما يعاملنا بمعاملة أوكي. هذه بعض الأشياء، ليش؟ أنك أنت تسرعت في اتخاذ القرار. لا، في استراتيجيات، انك انت اول شيء تقعد مع الموظف تشوف شو الاسباب اللي عنده، ممكن تكون في اسباب في العمل، ممكن يكون الموظف يقول لك يا اخي انا ما اقدر، يعني انا ما انجز في هذا المكان، ممكن انا انجز في مكان ثاني، بالفعل اقدر اساعده، اقدر اني انا اخليه ينجز في مكان ثاني. ايضا عندنا ان المدير ما يكون قريب جدا من الموظفين، هذه نقطة مهمة، انك تكون قريب جدا من الموظفين، تحسس الموظفين بالامان الوظيفي، عندك تعزز الولاء لهذا، تقدم لهم بعض التقديرات، بعض المكافآت التقديرية، سياسة الباب المفتوح. ايوه، حتى لو كانت يعني حتى لو كان هذا التقدير معنوي، الموظف محتاج هالايام انك انت تقدره معنويا، مش محتاج انك انت تعطيه شهادة تقدير وانك انت تبغى تزيد راتب، لان هذه مش من صلاحيات المدير، لكن انك انت تقدم الدعم المعنوي، هذه يعني الموظف يعتبرها يعني شيء كبير بالنسبة له. نعم صحيح، رب كلمة ترفع هذا الموظف، رب كلمة يعني سلبية يعني تأخذ الموظف ربما لمآخذ أخرى من الإحباط، بسبب ضغوطات العمل اللي نحن نشوفها في 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 العمل حاليا، الموظف محتاج كلمة شكر وتقدير حتى لو كانت معنوية، مش محتاج أنك أنت تقدم له، ولا أنك أنت تشوف الموظفين قاعدين يشتغلون وضغط عليهم أنت تزيدهم، لا، هذه الموظف ما راح يشتغل، الموظف اليوم الثاني راح يجيب لك مرضية. ليش؟ ان الموظف ما قدرنا، ما راعى شعورنا، لا، محتاج انك انت تقدم الدعم وتقدم الكلمة المعنوية اللي ترفع من معنويات هذا الموظف. نعم. استاذ احمد، قد يقول الموظف المدير انه عنده مسؤوليات وعنده مهام وظيفية كذلك. صحيح. فيهمل ربما جانب التعامل، إن بحيث أن الأولوية لمسؤولياتي ومهامي الوظيفية التي يجب أن أقوم بها، يعني هناك ضغط على هذا المدير، كيف يقوم بالموازنة ما بين الأداء واجباته الوظيفية ومهامه المنوطة به بعد، وإلى جانب التعامل مع هذه الشريحة؟ ممتاز، احنا نقول أن المدير ليس أنه بس فقط أنه اسمه مدير بمعنى أنه ما عنده شغل، لا، ممكن أن يكون عنده شغل أكثر عن الموظف، عنده مثل وضع الخطط الاستراتيجية، وضع الرؤية، وضع آليات العمل. إذن أنا شو أسوي في هاي الحالة؟ لازم يكون عندي حد أمكنه، يكون حلقة وصل من بيني أنا ومن بين الموظفين، أني أنا أخلي مثلاً واحد مشرف على هذه الموظفين، احتياجات الموظفين شو اللي يبون، ممكن أني أنا ما أكون متواجد في بعض الأحيان للموظفين دائماً، إذن أنا أكون في حلقة وصل، أمكن شخص له القدرة ونلقذ، أيوة، عنده صلاحيات، عنده ثقة بيني وبينه، أن يكون حلقة وصل بيني وبين الموظفين هذه، هو طبعاً يوصل لي هذه الأمور، وأنا أقوم يعني المدير يقوم بدراسة هذه الأمور وتنفيذها. إذن الإدارة المركزية هي مرهقة للمدير نفسه. صحيح. على وجه التحديد ذكرت أن التفويض جدا مهم للتخلص من بعض المهام التي ما صحيح. تكون يعني في صميم العمل وتكون ضرورية. المدير طبعا مثل ما تقولي أنه عنده يعني
شغل من بين الإدارة ومن بينها، فأنا ما أقدر أني أنا مثلا أتابع الإدارة أتابع الموظفين، أشوف أن الموظفين احتياجاتهم أكثر عن الإدارة، تكون أنت قريب منه. مثل ما قلنا أن التفويض والتمكين لأحد الأشخاص أن يكون حلقة وصل من بيني أنا ومن بين المدير، هذه نقطة جدا مهمة. نعم، ما أهمية أن يكون للمدير رؤية واضحة وأهداف كذلك واضحة ومشاركتها كذلك مع الموظفين؟ في هاي النقطة، هاي نقطة مهمة. أني أنا كمدير بعض الإدارات ممكن تكون عندها بعض الاقتراحات، أني أنا ما أتخذ مثلا اقتراحات وأني أنا أوصلها، لا، يكون في اجتماع بين الموظفين. أنا محتاج أن نحن نعمل عصف ذهني. مثلا الإدارة تمر بمرحلة مثلا صعبة، أخذ آراء الموظفين، أنقل هذه الآراء للإدارة العليا. الإدارة العليا محتاج أن أنت كمدير، أن مثلا يقولك كمدير، أنت كمدير إحنا نبغى نطور من آلية العمل، ولا إحنا عندنا مشكلة نبغى نقضي عليها، أقدم لنا بعض الاقتراحات أو بعض الحلول اللي إحنا نقدر نقضيها. أنا دوري أني أنا اجتمع مع الموظفين، تعالوا يا موظفين احنا عندنا مشكله، احنا تكون يعني تكون الرؤيه واضحه، انا قاعد اطبق نقطه نقطه من رؤيه المؤسسه، من استراتيجيتها، اني انا اكون اخذ احترم اراء الموظفين، اخذ ارائهم، ادون ملاحظاتهم، انقلها للاداره العليا. انا اشوف في هاي الحاله اني انا قاعد ابني فريق عمل متميز عندي انا. نعم. ما أهمية التغاضي في مجال العمل وعدم الوقوف على كل كبيرة وصغيرة، يعني حتى تمشي هذه القافلة وهذا المشروع وفريق العمل، وهل يعكس كذلك نجاح فريق العمل نجاح المدير والعكس صحيح؟ شوفي، التغاضي عن المشكلات احنا ما نبغى نقول ان انت لو شفت مشكلة تغاضى عنها، لان المشكلة الصغيرة راح تكبر. لا، أنا لما أشوف مشكلة فيها العمل أحاول أني أنا أنبه الموظفين على هذه المشكلة عدم تكرارها، لأن هذه المشكلة تسبب لنا إحنا يعني آثار سلبية على القسم. ما ينفعني أنا أتغاضى، ما ينفعني أنا أكون نظام تسويف أني أنا أسوف المشكلة وأخليها، لا. إذا لو كانت هناك في مشكلة وأنا أشوف أن هذه المشكلة يعني مفروض إحنا نتغاضي عنها، لا، تكون هناك في بعض الاجتماعات بين اجتماعات دورية المفروض أنها تكون في أي مشكلة من المشكلات تحصل يجب أن نحن نحل هذه المشكلة. ما ينفع أني أنا أخلي المشكلة هذه أقول له لا هذه مشكلة بسيطة وراح تنتهي مع الأيام، ما راح تنتهي، لأنه يكون هناك في سوء تعامل الموظفين أيضا في المشكلة هاي. الموظفين مش كلهم عندهم القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات. نعم. إذن لازم أني أنا أرجع للمدير، المدير هنا يشوف المشكلة هذه ونقدر إحنا كفريق عمل نحل هذه المشكلة. نعم. هناك كذلك أستاذ أحمد صفات شخصية يجب أن يتحلى بها المدير، وكذلك مهارات يجب أن يكتسبها. صحيح. حتى بشكل مستمر ودائم يطور من نفسه، يطور من مهاراته، وهي مسؤولية كبيرة. صحيح. كذلك على هذا المدير، حدثنا عن هذه الصفات الشخصية والمهارات التي يجب كذلك أن يكتسبها. شوف، من الصفات الشخصية أول شيء أن على المدير أن يضع رؤية لنفسه، لازم أنت تكون عندك رؤية. شو هي رؤيتك مثلا أنت؟ لازم تكون عندك رؤية. ثاني شيء من صفاته الثقة في النفس، مهمة جدا أن أنت كمدير تثق في نفسك. أيضا تطوير بعض المهارات اللي عندك، مش معناته أنك أنت مدير بمعنك أنك أنت استويت الحين بروفيشنال عارف كل شيء، لا، بعض الناس محتاجة لتطوير مهاراتهم، مثل مهارة الإنصات، مهارة الاستماع، مهارة لغة الجسد، بعرف الشخص اللي قدامي كيف يفكر، متضايق مش متضايق، هذه أشياء مهمة. أيضا من يعني تطوير المهارات عنده اتخاذ القرارات. في بعض الأحيان ممكن المدراء يغلطون في اتخاذ القرارات. لا، أنا أحاول أني أنا أتعلم من أخطائي، التعلم من الأخطاء بالعكس أن هذا يرفع من قدر هذه المهارة. اتخاذ القرارات مهمة، إدارة المواقف أيضا، كيف أدير موقف في حالة استوت مشكلة. نعم. إذا أنا ما عندي القدرة أني أدير مشكلة أحاول أني أنا أطور هذه المهارة على أساس أني أنا أقدر أدير هذه المواقف بفعالية. نعم. كلمة أخيرة أستاذ في نهاية لقائنا توجهها للمدراء بشكل عام. والله شوف، أنا من نصيحتي لكل المدراء أنهم يعني يديرون المواهب واستقطابها، وأنهم يضعون الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم. لأن هذا راح يكون له أثر على قيادته.
نتمنى لكل المدراء ان شاء الله النجاح والتوفيق والسداد والتميز والانتاجيه ان شاء الله دائما. سعدنا بالحديث معك اليوم، وشاكرين حضورك ومشاركتك معنا هذه المعلومات. كل الشكر استاذ احمد علي غانم، استشاري تنميه وتطوير مؤسسي. شكرا جزيلا.